السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح النهاردة درس من دروس النصوص للصف الأول الإعدادي، اللي هو بعنوان الحب عطاء للشاعر صالح الهواري. تعال نشوف التعريف بالشاعر. الشاعر صالح الهواري شاعر فلسطيني، ولد عام 1938، درس الحقوق واللغة العربية وعمل بالتدريس وفاز بالعديد من الجوائز الأدبية. من مؤلفاته عصافير بلادي ومرايا الياسمين. الفكرة الأولى: الحياة في ظل الحب. يقول الشاعر: ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء، نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء. نقرأ تاني: ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء، أزهار الحب تظللنا في دنيا تغمرها الأنداء، نتقاسم خبز محبتنا ونشد على أيدي الضعفاء. نشوف أهم المعاني اللي في الأبيات: ما أجمل أن نحيا سعداء، لا حقد يسود ولا بغضاء. عندي كلمة حقد كراهية وعكسها حب، وجمع كلمة حقد أحقاد وحقود. يسود يعم أو ينتشر، والمضاد ينحسر. بغضاء شدة الكراهية وعكسها مودة ومحبة. تظللنا تحيط بنا أو تحمينا. في دنيا تغمرها الأنداء، تغمرها تغطيها وعكسها تكشفها. الأنداء القرم ومضادها البخل، ومفرد الأنداء الندى. نشد نقوي ومضادها نضعف. هرجع للأبيات تاني: هنشرح التلات أبيات. الشاعر في الأبيات دي بيقول: شيء جميل أن نحيا سعداء ونبتعد عن الحقد والبغضاء والكراهية، ونتبادل الحب فيما بيننا، كما يدعو أيضا إلى الكرم وإلى التعاون ومساعدة الضعفاء. ما أجمل أن نحيا سعداء، شيء جميل أن نعيش في سعادة، لا حقد يسود ولا بغضاء، ونترك الحقد والكراهية والبغضاء. أزهار الحب تظللنا، يدعونا أيضا الشاعر أن نتبادل الحب فيما بيننا، أن نتبادل الحب فيما بيننا، كما يدعونا إلى الكرم، ونتقاسم خبز محبتنا، يدعونا إلى التعاون، ونشد على أيدي الضعفاء، بيدعو الشاعر في الأبيات أيضا إلى مساعدة الضعفاء. يلا يا شباب نشوف اللي بعد كده. خلاص قلنا المعاني، تعال نشوف بقى أهم الأسئلة اللي على الأبيات اللي الأولى: ما معنى الحب عطاء؟ معنى الحب عطاء أي أن الحب أن تعطي الآخرين بلا مقابل، وألا تبخل عليهم، مثل عطائك للوطن والأهل لأنك تحبهما. السؤال الثاني: كيف نحيا سعداء في حياتنا؟ كيف نحيا سعداء في حياتنا؟ الإجابة: نحقق السعادة بأن نترك الحقد والبغضاء والكراهية، ونتمسك بالحب وبالعطاء. يبقى كيف نحيا سعداء؟ بالحب، وترك الحقد والبغضاء والكراهية، وأيضا بالعطاء. السؤال اللي بعد كده: ما قيمة تكرار النفي؟ لا حقد لا بغضاء. تكرار النفي يفيد التوكيد،
في الأبيات دعوة وتحذير، الشاعر بيدعو إلى شيء وبيحذرنا من شيء آخر. يدعو الشاعر إلى الحب وإلى التعاون وإلى مساعدة الفقراء والمحتاجين، ويحذر من الحقد والكراهية. الفكرة الثانية، الفكرة الثانية، لا قيمة للحياة بدون حب. للطير نعمر أعشاشا ونرد عن الكون الظلماء، نزرع وردا نشعل شمعا نعطي نعطي، فالحب عطاء. كل سندا كل عونا لا تحلو الدنيا دون إخاء. شوف أهم المعاني. نعمر نبني ونشيد، ومضادها نخرب ونهدم، نرد ندفع أو نبعد وعكسها نتخلى، الظلماء المراد الظلم وعكسها النور، سندا عونا وجمعها أسناد، إخاء إخوة ومحبة وعكسها كراهية أو عداوة. نرجع تاني عشان نشرح. هنشرح الثلاث أبيات دول. الشعر في الأبيات دي بيدعونا إلى أن نبني للطيور أعشاشا، وأن نضيء الكون، وأن نزرع وردا، وأن نظل نعطي ونعطي لأن الحب عطاء. كما يطلب الشاعر من أخيه الإنسان أن يكون له سندا وعونا في هذه الحياة، لأن الدنيا لا تحلو بدون إخاء، بدون إخوة، وبدون محبة. هننتقل دلوقتي لأهم الأسئلة على الثلاث أبيات دول. ماذا يقصد الشاعر بقوله للطير نعمر أعشاشا؟ معناها أن سعي الإنسان للبناء والتعمير لا للتخريب، وأنه يسعى إلى عمل الخير ونشر السعادة. السؤال اللي بعده، لماذا ذكر الشاعر كلمة الطير؟ ذكر الشاعر كلمة الطير للدلالة على أن الحب ليس مقصورا على جنس البشر، فكل المخلوقات تحيا بالحب. كيف ننشر الحب بين الناس؟ ننشر الحب بين الناس بالعطاء والتعاون ومساعدة الآخرين وترك الحقد والكراهية. علامة يدل تكرار الفعل نعطي. تكرار الفعل نعطي يدل على أهمية العطاء. مظاهر الجمال. للطير نعمر أعشاشا. تقديم الجار والمجرور يفيد التوكيد والتخصيص. واتكلمنا عن أسلوب الكسر قبل كده، قلنا لما يكون في تقديم للجار والمجرور ده بنقول عليه أسلوب كسر، يفيد التوكيد والتخصيص. الشعر بدل ما يقول نعمر أعشاشا للطير قال للطير نعمر أعشاشا، فتقديم الجار والمجرور يفيد التوكيد والتخصيص، مما يؤكد على ضرورة البناء. نرد عن الكون الظلماء. هي الظلماء دي عدو عشان ندفعه عن الكون أو نرد عن الكون. ده تعبير جميل، صور الظلام عدوا نرده عن الكون. الحب عطاء. هو الحب ده شيء مادي عشان يعطى. هنا تعبير جميل، صور الحب بشيء مادي يعطى
وهو تعليل لما قبله. نعطي نعطي لماذا؟ لأن الحب عطاء، فالحب عطاء علاقتها بما قبلها تعليل. لا تحلو الدنيا دون إخاء. هي الدنيا دي طعام عشان نقول حلو أو مر؟ لا طبعا، تعبير جميل، شبه الدنيا بطعام حلو المذاق. تعبير جميل، شبه الدنيا بطعام حلو المذاق. دون، لا تحلو الدنيا دون إخاء، قلنا تعبير جميل شبه الدنيا بطعام حلو المذاق، وهو أسلوب نفي، لن نافية، لا تحلو أسلوب نفي يؤكد على ضرورة نشر الإخاء بين الناس. شوف اللي بعده. مظاهر الجمال بتاع الثلاث أبيات اللي في الأول. ما أجمل أن نحيا سعداء، أسلوب تعجب يوحي بأهمية السعادة في الحياة. أسلوب تعجب يوحي بأهمية السعادة في الحياة. لا حقد يسود ولا بغضاء، قلنا تكرار النفي، لا حقد لا بغضاء، تكرار النفي يفيد التوكيد. وكلمة حقد وكلمة بغضاء نكرتان للتحقير. أزهار الحب، صور الحب بالأزهار وهذا يدل على جمال أثره. تغمرها الأنداء، تعبير جميل، صور الكرم بالماء الذي يغمر الدنيا وهذا يدل على أثر الكرم. تاني، تغمرها الأنداء، تعبير جميل، صور الكرم بالماء الذي يغمر الدنيا وهذا يدل على أثر الكرم. نتقاسم خبز محبتنا، هي المحبة دي خبز عشان نتقاسمه فيما بيننا. تعبير جميل، شبه المحبة خبزا يتقاسمه الناس وهذا يدل على الحاجة الشديدة لهذا الحب. تاني، تعبير جميل، شبه المحبة بالخبز الذي يتقاسمه الناس وهذا يدل على الحاجة الشديدة لهذا الحب. كده خلصنا درس الحب عطاء للصف الأول الإعدادي. شكرا.